اخبار اليوم. شوف حولك افكار لا 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 افكار كويسه ولها اساس علمي ولكنها غير قابله للتطبيق. دي نمرة واحد من وجهة النظر المتواضعة جدا جدا، عشان اعمل سد بمساحات شاسعة. وفي الاصل التاني، ما هي شروط منح براءة الاختراع؟ ما هي شروط تقدم للأكاديمية؟ لم يتقدم. انا حاولت اعمل بحث، اعتقد انه لم يتقدم بطلب براءة، فما ترفضلوش براءة، ما ترفضلوش براءة. انا مش عارف احنا قصرنا معاه في ايه. يعني اتصل، انا كلمت مصطفى كذا مرة، قول له أكاديمية البحث العلمي أثرت معاك في إيه؟ حاجة كده دوكيومنتد كده موثقة أثرت معاك في إيه؟ هو لم يتقدم ببراءة. وإذا كان تقدم ببراءة من كام شهر اللي حصل واللي فاتوا دول، فقدامها سنتين ثلاثة على ما يتم البت فيها. فأنا مش عارف إيه التقصير بصراحة. طلب يحضر معرض بنوافق. يعني اديني حضرتك، قول لي أنت كرئيس أكاديمية قصرت في 1 2 3 4، واخد بالك ازاي؟ اما ان الناس بتشتكي من مكتب الرعاة، الناس بيشتكوا من القضاء.